السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نشرح لكم الدرس الرابع بالنسبة للتانية إعدادي دولي. إذا العنوان ديالو لي كومبيسيون، هذا جا كنا درنا الدرس لموليكيليزاتوم، دابا راه عندنا لي كومبيسيون. واخا بالنسبة لهذا الدرس، أول حاجة نعطيكم واحد المقدمة عليه، واحد لانتخوديكسيون عليه. لي كومبيسيون بالعربي كيتسماو الاحتراقات. إذا أنا باش يكون عندي احتراق، مثلا عندي واحد الورقة وبغيت نحرقها، بغيت انا تشعل مثلا واحد العافيه، اذا خصني ثلاثه العناصر، خصني الحاجه اللي بغيت نحرقها، وخصني شكون اللي غيحرقها، وخصني خصني النار لينيرجي. اذا هنا غنهضروا على الجسم، خصني جسم محروق والجسم محرق، وخصني مصدر للحراره، مصدر طاقه، خصني تحت الحراره هي طاقه. اذا انا هادو هما اللي كنهضروا عليهم. بالنسبه للمحروق حنا غنكتبوهم لكم من بعد. المحروق هو لو كومبيستيبل، المحرق لو كومبيون، ولينيرجي دو لا شالور. دونك هنا بوغ افوار اون كومبيسيون دونك il faut trois éléments. شكون هما هاد لي زيليمون؟ لو كومبيون قلنا هو المحرق، لو كومبيستيبل المحروق، و انرجي دو لا شالور يعني خصني الحراره، خصني النار باش انا نحرق. واخا اول حاجه غنبداو بلا كومبيسيون دو كاربون. دو كاربون خصنا نكونوا عارفين واحد الحاجه، بان راه في كنا قرينا في بروميير اني، بان كاين واحد كاين لير، لير اي كونستيتي دو بليزيور غاز، كاين عندنا الديوكسيجين والديازوت، هادو هما لي غاز برينسيبال نخدموا بهم دابا بحال هكا. وقريتوا بان الغاز المسؤول عن الاحتراقات، دونك كي بروفوك لا كومبيسيون، هو الديوكسيجين. صافي عقل عليها، الديوكسيجين هو اللي كيخلي الحاجه راه كتحرق، دونك غيكون هو لو كومبيون، دائما هو المحرق. هادي اللي خصكم عارفها. دونك غنديروا اول حاجه خصنا نعرفوا لو كاربون. لو كاربون مين فين كنلقاو لو كاربون؟ لو كاربون اي بريزون دون دو نومبرو سيبستون. اذا الكربون كيتواجد في واحد المجموعه من المواد، دونك اون لو تروف براتيكمون، بالاخص كنلقاو في واحد الحاجه سميتها لو شاربون دو بوا او بيان لو فيزا. دون لو شاربون دو بوا يعني الفحم الخشبي، وكنسميو ايضا لو فيزا بحال يعني الفخر. اذا الفحم الخشبي، اذا تما كنلقاو لو كربون. حنا فين كنا درنا لو كربون اللون ديالو اسود، اللي كنا درنا لو موديل درنا كره لونها اسود. دونك هادشي علاش درنا اللون الاسود؟ لان مثلا الفحم الخشبي يحتوي على الكربون. صافي عرفتي دابا لو كربون فين البلاصه كيكون؟ كيكون في لو شاربون دي بوا ولا سميتو لو فيزان. اذا غنبداو اول حاجه لا كومبيسيون دو كربون دون لير. وحنا كنعرفوا لير في ديوكسيجين في ديازوت في دوطخ غاز. دونك حنا كنعرفوا لو غاز كي ريسبونسابل على كومبيسيون هو الديوكسيجين، هو المسؤول عن الاحتراق. يلا نبداو اول حاجه في لير. غندير واحد لاكتيفيتي اكسبيريمونتال، دابا تبع معايا حتى هادشي اللي كيتحط مثلا في فروض اكتيفيتي اكسبيريمونتال. دونك اون بورت ا لانكوندوسونس، يعني هنايا يعني بحال غنشعل انا واحد القطعه مثلا ديال الفخر شاربون او بيان لو فيزان حتى تتوهج. هادي الان كوندوسونس، اذا حتى تتوهج. ها هي هادي اللي عندي، حتى تتوهج. اذا كندير مثلا واحد بيك بنزين، كنخليها تتشد فيها تتولي تيبان ليا لانكوندوسونس، يعني يبقى ليا يبان ليا التوهج. ومن بعد شنو غنديرو؟ بوي اون لانتخودوي دون زان فلاكون، بعد غندخلها في واحد لو فلاكون كي كونتيان دو لير، فيها الهواء يعني لير في بليزيور غاز. اي ا لا فان دو لا كومبيسيون، في الاخير شنو من غتوقف من غيوقف ليا لا كومبيسيون الاحتراق، اون فيرس لو دو شون. من بعد غنديرو لو دو شون هنايا، من بعد غنديرو لو دو شون دونك دون لو فلاكون بي اون لاجيت، من بعد غنبدا نحركو. واخا اول حاجه غنشوفو دابا لي زوبسيرفاسيون اللي غنشوفو. اول حاجه غنلاحظ بان هذيك من عند ندخل واحد الفلاكون اللي فيها لير، كنلاحظ بانها داك التوهج مازال كيطير. دونك لا كومبيسيون دونك كونتيني، كيبقى كيحترق ولكن كيتحترق ببطء، يعني لونتومون بشويه، ولكن ما كيكونش عندي اللهب، ما كيكونش عندي فلام، كيكونش عندي فلام. دونك هنا غنقول بان لو شارم لو كاربون بغيل سون لونتومون، يعني ببطء لونتومون سون فلام، يعني بدون لهب. الفاخر ملي كنحطوه بدون لهب كيبدا يتحترق. من بعد ثاني حاجه من عند اونفيرس لو دو شو، حنا كنعرفوا لو دو شو شنو الدور ديالو؟ هو الكشف عن ثنائي اكسيد الكربون، لو ديوكسيد دو كربون. دونك بور ايدونتيفي لو ديوكسيد دو كربون دونك اون يوتيليز لو دو شو. سي لو دو شو تروبل مونتر ليكزيستونس او بيان لا بريزونس دو ديوكسيد دو كربون. الى هذاك لو دو شو تعكر ليا، اذا تعكر ماء الجير، اذا كتسمى لو دو شو. في هذه الحاله كنقول بان ثنائي الاكسيد الكربون راه كاين تما، يتكون لي هنا
ثاني اكسيد الكربون. اذا هي هذه دونك اون اوبسيرف كو لو دو شو تروبل دونك اون ا لو ديوكسيد دو كربون لا فورماسيون تكون ديال لو ديوكسيد دو كربون. Donc observation et interprétation. Première chose, lorsqu'on introduit le morceau de charbon dans le flacon qui contient l'air, on peut mettre avec le morceau ديال le charbon du bois, يعني qui aura فيها le carbone, قدروا نهضروا على le carbone. Donc اللي فيها l'air, donc on constate qu'il continue, donc qui يحاول يكمل الاحتراق ديالو, continue à brûler lentement sans flamme, ببطء يحترق ببطء sans flamme. اذا شرحنا هذه قبيله. ثاني حاجه لو تروبل دو شو مونتر كو او كور دو سيت كومبيسيون دونك ايل سو فورم دو ديوكسيد دو كربون وكنعرفوا لا فورمول كيميك ديالها هي سي او 2. نعاود يعني تعكر ماجير دليل يدل يبين بان دون سيت كومبيسيون في هذا الاحتراق قد تكون للي ديوكسيد دو كربون لو فورم ديالو سي او 2 صافي. اذا هنا نهضروا عليها. Nous avons une autre chose qui est indiquée. Nous avons la combustion de carbone et dans le dioxygène. Nous avons dit, elle dit Mohim Mebzab. L'ihtiraq d'abord fait dans le dioxygène. Nous avons le dioxygène, donc c'est le gaz qui est responsable à la combustion. Ou le mis'oul an l'ihtiraq. D'abord, nous avons dit, activité expérimentale, dit le jriba. D'abord, ma'a ykounch andi d'abord l'air, a ykounch andi dioxygène. Andi nous jriba an il andi, il andi. Gher an n'akhd wahd le flacon, li fiha. Idan, awel haja, on refait l'expérience précédente en utilisant cette fois-ci un flacon initialement rempli de dioxygène. اذا نعاود نفس التجربه. شنو درنا اول الاولى اون بورت على ان كوندوسونس ان مورسو مثلا دو فيزان احنا نخلو حتى يتوهج احنا جداد في العافيه. من بعد نعيشد نحاول ندخلوه في واحد لو فلاكون اون انترودوي دون ان فلاكون كي كونتيون لو ديوكسيجين سولمون ما كاينش عندي لا عندي لو ديوكسيجين من عند ندخلوه هنا مزيان ونديرو نفس الطريقه من عند ندخلوه. شنو غنلاحظوا كنلاحظوا بان هنا كيبان لك بانه يحترق مزيان كيبان لك واضح هنايا وكيبان لك بان كاين واحد اللهب. دونك لوسكون انترودوي لو شاربون دو بوا دون ان فلاكون كي كونتيان لو ديوكسيجين دونك اون اوبسارف كو لو شاربون بغيل هنا 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 ماشي لونتومون بغيل فيفمون افيك فلام. اذا هنا كيبان لك بانه راه كيتحترق ولكن عندي لهب. شوف معايا هنا اذا هنا كاين عندي واحد اللهب. اذا هذا هو الفرق بين هذا. على لا فان دو لا كومبيسيون شنو غنديروا من بعد؟ On va ajouter l'eau de chaud. On a quand même l'eau de chaud. Donc, nous permet de détecter le dioxyde de carbone. Min diru min andiru hna hna ya shnou allahdu. Allahdu bi anna l'eau de chaud trouble. Donc, montre que la formation de dioxyde de carbone. Yani rakin andi le dioxyde de carbone. Idan had shia gna. Inta had la combustion toqa fi halat ila kan adna hadak le charbon. Ma bqaach andi qad nafada. مثلا لو كربون او لو ديوكسيجين او هما معا. اذا هذه دونك لا كومبيسيون ساريت سي لو كربون او بيان لو ديوكسيجين دونك اي توتالمون كونسوم يعني راه انتهى كامل ما بقاش انا عندي. ندوزو دابا لهادشي اللي شرحناه دابا نحاول نكملو. اوبسيرفاسيون انتربريتاسيون دونك لوسكون انترودوي لو مورسو دو شاربون دون لو فلاكون كي كونتيان لو ديوكسيجين مي كندخلو فواحد القاروره تحتوي على ثنائي الاكسجين اون كونستات هي اون اوبسيرف يعني نلاحظ كيل بغيل يحترق فيفمون افيك فلام. اذا كيبان لك بانه كيتحترق ولكن كيبان لك واحد اللهب كاين تما. اذا كاين لهب الاخر دون لير. شنو لاحظنا؟ Il brille, il continue à briller, mais n'est pas vivement. Donc il brille à 100 flammes. Bidou li lahab. Mais quand le dioxygène brille vivement avec flamme. Ou adna la formation de CO2. L'eau de chaud se trouble, yani yataka, montre yubayin que la présence, l'existence, تواجد لديوكسيد دو كربون دونك لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كربون يعني عندي ثاني اكسيد كربون. لاحظ معايا واحد النقطه بان لا كومبيسيون ديال لو كربون دون لير او بيان دون لو ديوكسيجين دونك عندنا دائما لا فورماسيون ديال لو ديوكسيد دو كربون ديما كيتكون لنا ديوكسيد دو كربون. Exploitation, donc au cours de la combustion de carbone dans l'air ou le dioxygène, donc il se produit le dioxyde de carbone, alors le carbone et le dioxygène disparaissent. Donc, l'air ou le dioxygène, l'air ou le dioxygène, dit-moi la formation de
اون اوبسيرف كولور دو شو تروبل يعني اون لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كربون. في هذه الحاله شنو غيوقع؟ الكربون غيختفي ديسباري وعندي ايضا حتى الديوكسيجين ديسباري منها لا كوميسيون صافي راه صغات كتوقف. اذا في هذه الحاله كنقول لو كربون و ديوكسيجين ديسباري. الا كان عندي هذوك اللي درتهم انا واختفوا ليا هذا كيتسمى ترانسفورماسيون شيميك. كاين عندي ترانسفورماسيون فيزيك وكاين عندي ترانسفورماسيون شيميك. فيزيك ملي كنقولوا مثلا واحد الماده انا نشرحها لكم في الدرس اللي غيكون جاي مزيان. ملي كيكون عندي واحد مثلا لو اليتا سوليد كتوقع لي لا فيزيون كيولي ايطا ليكيد، ولكن شنو الماده كيبقى نيتما غير هذاك جامد وهذاك يعني مجمد وهذاك ما كتبقى حاله سائله. دونك هنايا كيبقى نفس الماده ما كتغيرش الماده، اما هنا راه كتغير دابا كيختفي تما ما كيختفيش هي الماء. اذا هذا الحاجه اللي كتختفي فيها كتسمى ترانسفورماسيون شيميك. Donc le dioxygène, le corps qui permet la combustion. Donc le dioxygène, le corps qui permet la combustion. Et dans ça, le tunnel oxygène, ou le qui fait le dit que le mètre de 4 tard. Et donc, c'est mieux le combustion. Quel est d'aimer le dioxygène? Fait il j'ai eu bâche sous elle. La traîne sous elle, quel est le combustion? Ça veut dire qu'il y a le dioxygène. C'est un amour qui te donne la tête. Ou le wahi qui fait le hasard tard. Le carbone, c'est le qui te donne la tête. Donc le carbone, le corps qui brûle, le 4 qui te met le combustion. ستيبل. مثلا انا اللي حرقت ورقه مثلا ان بابي وحرقت مثلا فلير، دونك كي لو كومبيرون، لو كومبيرون توجور هو الديوكسيجين، ولو كومبيستيبل غيكون هو لو بابي. اذا لو كومبيستيبل هو اللي كيتغير هو المحروق، وهذا كيتسمى المحرق، المحرق هو لو كومبيرون. Donc la combustion du carbone dans l'air ou dans l'oxygène donc est une transformation chimique. On a appris علاش لان قلنا le carbone et le dioxygène disparaissent كيختفي وهذا الشيء اسمه transformation chimique. حنا غنعاودو نشرحوها من بعد في الدرس اللي غيكون جاي تفهم مزيان. car des corps disparaissent اذا تختفي شكون هما هادو؟ مثلا في هذه التجربه عندي لو كربون لو ديوكسيجين اي دو نوفو كور اباريس ظهروا لي واحد الناتج جديد. حنا عندنا ان نوفو كور، اذا حنا اون جينيرال عندنا دي نوفو كور. دونك انا نقولوا ان نوفو كور اباري اللي هو لو ديوكسيد دو كربون، لكن تقدر تكون شي حاجه اخرى ثاني. Donc cette combustion est modélisée par هنا رد بالك هنا. دونك لو بيلون كتسموه هنا لو بيلون ليترال في الفروض كيقول لك écrire le bilan littéral de la combustion de هكا. اذا كيفاش كنكتبوها؟ خصك تعلم تكتبها. اول حاجه كندير شنو كنحرق لو كربون، كندير بلس فين كنحرقو في الديوكسيجين. شنو كيعطيني؟ كيعطيني ديوكسيد دو كربون. راه قلنا لو دو شو تخوبل هاد لو كربون شنو سميناه؟ هو الجسم المحروق. دونك كومبيستيبل، اذا كيتسمى كومبيستيبل. الديوكسيجين كيتسمى لو كومبيرون. وعدي لو ديوكسيد دو كربون هو شنو هو؟ هو لو برودوي، هو الناتج اللي ظهر ليا كيتسمى لو برودوي. هادو ديسباريس وهادو هذا اباري. اذا هذه كتسمى ترانسفورماسيون شيميك. لا كومبيسيون سارات لوسكو لان او موان دي دو دوكسيجين او بيان لو كربون اي كونسومي توتالمون. قلت لك انا الاحتراق باش يتوقف خاص غير واحد منهم غير يتقاد لي لو دوكسيجين ولا يتقاد لي لو كربون، وحده فيهم ولا هما معا. اذا انت هي صحيحه. غومارك لا كومبيسيون نيسيسيت لا بريزونس دو تخوا زيليمون. هذه اللي قلت لك انا في الاول، باش تكون عندي كومبيسيون خاصني ثلاثه العناصر. لو كومبيرون المحرق، لو كومبيستيبل المحروق، est une source de chaleur يعني مصدر طاقه يعني مصدر للحراره. ست خوا اليمون كونستيتي هاد ثلاثه عناصر كيكونوا ليا لو تريانغل دو فو. اذا هذا هو لو تريانغل دو فو. عندي كومبيستيبل كومبيرون سورس دو لا شالور. ندوزو دابا لا كومبيسيون، نشوفو دابا احتراق غاز. انا ناخذو كومبيسيون دو بيطان. بيطان كنلقاو في قنينات ديال الغاز. لو بيطان كاين حتى البروبان. حنا دابا غنهضرو على لو بيطان فقط. دونك هنا عندي لا كومبيسيون كومبليت دو بيطان. حنا نشرحو لك ما معنى كومبليت. زعما تبع معايا، حنا عرفنا بان عندي احتراق غاز. دونك اكتيفيتي اكسبيريمونطال هادي هي لاكتيفيتي اللي عندي. اون اليوم ان بيك بنسين، اون اليم ان بيك بنسين اليمونتي باغ لو دو بيطان. هذا كيتسمى بيك بنسين، هو هذا كيتسمى شوميني، وهذا هو الاغيفي ديال الغاز يعني كيوصل الغاز، وهذا كيتسمى لافيرول. نحلو نسدو بحال دوك الطقيبات اللي كيكون مثلا الراس ديال البوطه هذيك الصغيره كتكون عندها تقدر تسدو وديرو. خليتي محلول كيبان لك اللهب زرق، سديتي كيقول لك اللهب اصفر. حنا نهضرو على شي
Donc, هنا, puis on place en entonnoir. On a un entonnoir de, devant la flamme. Donc, entonnoir au-dessus, yani, فوق la flamme, l'entonnoir, muni d'un tube à dégagement. Il y a un tube à dégagement. Et le flacon, il y a l'eau d'eau chaude pour tester le dioxyde de carbone plongé dans l'eau. دوش احنا نشرحوها اول حاجه نعطوا الاسماء ديالهم اريف دو غاز دو بيطان هي هذه عندي هذا كيتسمى شوميني وعندي ها هو شوميني هو هذا اللي عندي نفس الطريقه عندي هذا فيغول اذا هذا هو لو فيغول هنا اللي عندي هذا باش تبان لك الصوره حقيقيه وهنا فقط تبيانه عندي سيدي هنايا فلام بلو كيبان لي فلام بلو وعندي سيدي هنايا عندي دي غوت دو احنا نشرحوا لك كل شيء وغادي دونك هنا هذه هي ليكسبيريونس اللي عندي انا دابا هنا ونكمل لك انا كاع الملاحظات ومن بعد نشرح لك دابا يمكن نديروا لا كومبيسيون اول حاجه الا كان عندي لا فيغول مفتوح فيغول اوفير يعني لا فيغول ضابط الهواء ضابط الهواء مفتوح اذا في هذه الحاله لا فيغول اوفير كنوصف كو لا فلام لا فلام لا فلام اي بلو لا فلام اي بلو اللهب ازرق اللون ثاني حاجه ملي كنديروا بحال هكا كيكون ازرق هنا ملي كتكون عندي هنا بحال مثلا ضباب او قطرات من الماء دي غوت دو ولا بيي بحال بحال دولو بحال بحال غوت دو ولا فابور دو بحال هكا دونك عندنا لا فورماسيون دو غوت دو ملي كنديروا ملي كيكون عندي لا فيغول اوفير محلول وعندي عندي واحد لو غاز كيدوز من هنا وكيؤدي الى تعكر ماء الجير دونك لو دو شو تخوبل دونك حنا دابا عرفنا دابا من كيكون عندي لافيغول اوفير دونك اون اوبسيرف كو لا فلام بلو ثاني حاجه لا فورماسيون دو لو عندي تكون ديال الماء وعندي ديوكسيد دو كربون لان هنا تكون عندي ايضا ديوكسيد دو كربون لانه هو اللي عكر لي ماء الجير تعكر ماء الجير بسبب ثنائي اكسيد الكربون عندي هاد لا فلام نقدروا نهضروا على فلام هذاك هذا هو الا بغينا نطيبوا شي حاجه كيكون هذا خص يكون لونه ازرق باش تعرف ان الفرن راه مزيان خص يكون لونه ازرق علاش ازرق لانه كيطيب مزيان غيكون الحراره كيكون شديد الحراره يعني غيكون شوفونت بلي شوفونت اوكي الاضاءه كتكون الاضاءه ديالو قليله كيكون موان اكليرون دونك لورسكو لا فيغول اي تو فير لا فلام اي بلو وهذاك لا فلام كيكون بلي شوفونت اي موان اكليرونت بالنسبه ملي كنديروا لا كومبيسيون دو بيطان دون لو ديوكسيجين دو لير اون اوبسيرف كو لو دو فورماسيون دو لو لي كوتو راه كيتكون من الماء وعندنا لا فورماسيون دو دولو ولكن في هذه الحاله ملي كيكون عندي لا فيغول اي تو فير يعني هنايا ثنائي الاكسجين كيدخل هنا في هذه الحاله كنقولوا كومبليت علاش كومبليت علاش لا كومبيسيون كومبليت لان هذاك لو ديوكسيجين كيكون كافي للاحتراق دونك اي سيفيزونت اي سيفيزونت دونك لورسكو لو ديوكسيجين اي سيفيزونت بور فير لا كومبيسيون دو دو بيطان اذا في هذه الحاله كنقول هاد لا كومبيسيون كتكون ان كون كومبليت في الحاله من عند سدو حنا نهضروا عليها دابا غتكون الحاله اخرى يكون حتى اللون ديال اللهب غيتغير دونك اوبسيرفاسيون انتربريساسيون لورسكو لا فيغول اي توفير لا كونتيتي دو لير اي سوفيزونت اون كونستات كو لو بيطان بغيل افيك فلام بلو اذا كيكون لون اخضر بلي شوفونت اي موا اكليرونت مي كيكون عندي لا كونتيتي دو لا سوفيزونت كاف يعني هذاك محلول كيخلي لاق كيدخل دونك كيكون عندي ازرق وكاين يكون عندي شديد الحراره وكيكون شديد شديد وقليل الاضاءه موا اكليرون او كور دو سيت كومبيسيون دونك ايل سو فورم عندي لو ديوكسيد دو كربون كي تخوب لو دو شو وعندي لا فورماسيون دو لو كتبان لي على شكل قطره دي غوت دو لا بيي دو يعني ضباب اون دي كو فهاد الحاله كنقول لا كومبيسيون كومبليت دونك لا كومبيسيون كومبليت لوسكو لو ديوكسيجين لا لوسكو لو ديوكسيجين اي suffisante, كافي هذه la définition du complet. Et dans la combustion complète du butan, la formule chimique du butan, C4H10, dans le dioxygène, il y a une transformation chimique. La transformation chimique, le butan disparaît, ou le dioxygène disparaît, ou l'apparition de d'autres gaz. Le dioxyde de carbone, mais qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est une transformation chimique. La combustion de butan est une transformation chimique. Donc on peut donc écrire le bilan de cette combustion. Qui fait que tu la carbone plus dioxygène, d'abord on dit un, le muharak ou le maharak. Donc on dit le butane plus dioxygène, je nous qui a tenu dioxyde de carbone plus l'eau. Et d'un autre, on a un acer. Hada ou le jisme le maharak, yani combustible, ou hada le muharak, le combustible.
وهادو كيتسموا لي برودوي. حيت عندي بزاف عندي جوج اذا غنسموا لي برودوي. اذا هادي هي ليكسبرسيون, هادي هي لو بيلون ليتيرال. الا قال لك اكري لو بيلون ليتيرال دو لا كومبيسيون دو بيطان مي كيكون عند لا كومبيسيون كومبليت, اذا غتكتب لي بحال هكا. ندوزو للحاله الثانيه كيكون عندي انكومبليت. في الحاله اللي كيكون عندي مسدود هذاك لافيرول, يعني يكون لا كونتيتي دو ديوكسيجين انسيفيزون, يعني غير كافيه. اكتيفيتي نديرو نفس الطريقه هنا. اذا اول حاجه عندي دابا مسدود, ها هو مسدود, دونك لا فلام عندي راه جون جون. عندي نفس الطريقه, عندي نفس الطريقه شنو يبان لي, عندي لافيرول فيرمي, عندي لا فلام كيكون جون. اذا كان جون غيكون شديد اضاءه, يعني غيكون بلي اكليرون كيضوي مزيان. ولودو شو عندي تخوبل, دونك عندنا لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كربون, وعندي دي غوت دو. وعندي واحد الحاجه اخرى كتظهر لي جديده هنا, شي حاجه اللون ديال اسود بحال خديتي مثلا ملي كيكون مسدود بحال هكا وتلقي مثلا شي حاجه الكحوليه. اذا توضع اسود ديبو نوار. اذا هنا ما كانش عندي في الاول, ما كيظهرش عندي. اذا كيظهر في الحاله ديال ملي كيكون عندي لا فلام جون. دونك عندي علاش, لان لو ديوكسيجين اي انسيفيزون بور فير لا كومبيسيون, يعني كيتسمى ان كومبليت. Observation et interprétation. Lorsque la vérole est fermée, c'est la quantité de l'air est insuffisante. En fait, la dioxygène qui est clean. Donc, on constate, nous l'achète que le butane brille avec flamme, qui est l'eau azra, asphalte, très éclairant, qui est d'eau mzien, et moins chauffant. Il y a un qui est déchetera mzien. مثلا خديتي واحد الطنجره مثلا في الفرن مثلا وبديتي كتسخن بحال هكا وبالك اللون راه الكحوليه عليها, راه فرا عندك كومبيسيون انكومبليت. Au cours de cette combustion d'être complète, il se forme dioxyde de carbone. حتى عندي تعكر ما اجي ادير له, وعندي انا دابا هذاك اللون الاسود, اسود راه كيتكون من لو كاربون. عقل عليها لو كاربون. اذا كيكون واحد الشيمي لونه اسود وكيتوضع عليه, اذا كيتسمى لو كاربون. اذا تزادني لو كاربون وكاين واحد الغاز ما نقدروش حنا نعرفو, كاين نقدروا ندير واحد لو تيست ديالو, ولكن حنا دابا تحفظها فقط لو مونوكسيد دو كاربون. دائما لو مونوكسيد دو كاربون الكاربون كينتجوا ليا من كيكون عندي احتراق غير كامل, كيكون عندي لا كومبيسيون انكومبليت. اذا بالنسبه لهذا المونوكسيد دو كاربون ان غاز ان كولور, ما عندوش لون وما عندوش رائحه, انودور او توكسيك سام كيقتل. اذا مثلا الا كان احتراق غير كامل, اذا شحال من واحد ماتوا على حساب هذا لو ديوكسيد المونوكسيد دو كاربون. اذا كيكون احتراق غير كامل شي بلاصه ما مهوياش. اذا اعيد, اذا كان عندي لا عندي كومبليت كيكون لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كاربون ايلو, ولكن عندي ان كومبليت يعني كيكون عندي لو ديوكسيجين انسيفيزون, كيكون عندي لو ديوكسيد دو كاربون ايلو, وعندنا بالإضافة إلى أيضا عندي لو كربون وعندي لو مونوكسيد دو كربون. هذا خطير جدا لأنه كيلتصق بالكريات الحمراء ويمنعهم من نقل ثنائي الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة. دونك إي سوفيك سيغ لو غلوبيل روج إي أمبيش أ ترونسبورتي أو بيان ديبلاسي لو ديوكسيجين أو تيسي إي لو أورغان. هادشي غنشرحوه من بعد. Ndouzou d'abord la combustion incomplète de butane CH4 dit dont le dioxygène de l'air est une transformation chimique. T'as quoi transformation chimique? Alors, il y a le dioxygène et le butane, ils tiennent, disparaissent. Ou il y a d'autres corps qui apparaissent. Par exemple, on dit l'eau, dioxyde de carbone, on dit monoxyde de carbone. Et dans les deux, bah, c'est une transformation. Ndouzou d'abord. احتراق ديال السيجاره لي سيغاريت, لا كومبيسيون دو سيغاريت. دونك كنعرفوا مثلا السيغاريت راه كيضر بزاف. اذا التيب غنهضروا عليه, عندنا بومون سان يعني رئه سليمه غير من شخصين غير مدخن. بالنسبه للمدخن لاحظ معايا شنو كيتوضع لي, مجموعه من المواد هنا من بينها كاين عندي مثلا الكربون هنايا. اذا ندوزو دابا لهاد النقطه. اذا خصنا نعرفوا بان ديك السيجاره كتكون واحد مجموعه من المكونات تقريبا كيوصل واحد 4000 ماده, 4000 تقريبا واحد 60 حتى 70 منها كتكون كتسبب السرطان, مجموعه من السرطان. اذا نهضروا اليوم من بعد. دونك اول حاجه كومبيسيون دي سيجاريت, احتراق ديال السيجاره. لا كومبيسيون دو لا سيجاريت دون لو ديوكسيجين دو لير اي تين ترانسفورماسيون شيميك ان كومبليت, ماشي كومبليت. دونك لا كان ان كومبليت دونك عندنا لا فورماسيون دو كربون اي لو مونوكسيد دو كربون. وبالنسبه للمونوكسيد دو كربون راه خطير جدا, راه كيقتل. اذا هنا دونك راه ايريتون, راه توكسيك الى غير ذلك. دونك هنايا اول حاجه لا فيميك قلنا, اول حاجه نعاودها لك, لا كومبيسيون دي سيجاريت اي تين كومبيسيون انكومبليت. هذه النقطه. دونك لا فيمي دو طابا يعني ديال الدخان ديال التبغ اي كومبوزي دو 4
1000 سبستانس شيميك تكون 4000 مادة كيميائية. دونك لا بليبار دي سي سبستانس سون توكسيك الاكثريه ديالهم كي راهم سامه اي 60 دونتر ال سون sont cancérigènes, يعني هادو 60 منها الاغلب 60 منها مسببه للسرطان. عندي لا كومبيسيون دو لا سيغاريت برودوي دي سيبستانس شيميك نويسيبل, اذا الاحتراق ديالها كيؤدي الى 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 انتاج واحد المواد اخرى بحال ما قلنا حنا المونوكسيد دونك ان كومبليت غتقول المونوكسيد دو كربون عندنا لو كربون دونك هادوك راه خطيرين. دونك هنا ضاره نويسيبل نويزيبل على سونتي دون لا نيكوتين, مثلا نيكوتين لو غودرون بحال مثلا هذاك الزفت لو مونوكسيد دو كربون هضرنا عليه لو بنزين لو فورمالديد اي دونك. اذا كاين مجموعه من المواد اللي كتنتج على لا كومبيسيون دو لا سيغاريت. ندوزو لنقطه اخرى بوغ ان فيمور, بالنسبه لواحد مدخن المونوكسيد دو كربون شنو كيوقع ليه؟ دونك هنا هو كيدخن وكتعطينا لا كومبيسيون ان كومبليت, دونك هنا سو ديبوز سور لو غلوبيل روج على الكريات الحمراء كيتوضع عليهم à la place du dioxygène. اذا حنا كنعرفوا الدور ديال لو غلوبول روج كتنقل لينا لو ديوكسيجين الاعضاء والانسجه, دونك هو كياخذ بلاصتهم ودونك هنا كيمنع كار il se fixe qu'il passe sur le globule rouge كيتصق على الكريات الحمراء 200 ديال الدم كي نو بو بلي يعني ما كتمكنش ترونسبورتي يعني امباشي لو ترونسبور يعني كتمنع ترونسبورتي لو ديوكسيجين فيغ لي زورغان يعني الاعضاء اي لي تيسو يعني الانسجه. اذا هو كيمنعها, اذا بحال اذا بطبيعه الحال لما وصلش الاكسجين للاعضاء اذا راه كيوقع ليه اختناق وكيموت. سي سيبستانس توكسيك, هذه المواد السامه سون دونجوروز راه خطيره بوغ لا سونتي دو فيمور بالنسبه للمدخن وايضا انسي كو بوغ لي بيرسون كي سون دون سون وازان وايضا بالنسبه للناس اللي كيكونوا حداه واحد شي واحد كيدخن ولا شي حاجه بطبيعه الحال حتى هما راه ايضا راه كتكون عندهم واحد المضره. اذا هذا هو الدرس ديال لي كومبيسيون. اذا من بعد ان شاء الله غنديروا لكم الدرس الاخر. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.